السلام عليكم شباب، في هذا الفيديو سنقوم بتصميم ديكور لصالون حلاقة. سنقوم بأخذ محورين على شكل علامات في هكذا، محور نقوم بتصميم عليه مقص ومحور آخر سنقوم بتصميم مشط. نأتي إلى المركز هنا وسنقوم برسم دائرة هكذا. هذه الدائرة وهذه العلامات التي سأقوم بتعليمها من هذه النقطة هكذا هي التي ستتحكم في المقص أو في حجم المقص وفي فتحة المقص. كلما كانت الدائرة كبيرة وهذه العلامات أوسع سيكون المقص كبير، وكلما كانت صغيرة الدائرة وهذه العلامات العكس سيكون المقص صغير. نقوم بتعليم نفس المسافة من هذه النقطة على الدائرة في الجهتين هكذا. بعد ذلك سنقوم بالربط بين هذه النقاط الثلاثة هكذا. مستقيم هكذا، سأقوم بتمديد المستقيم إلى خارج الدائرة. ومستقيم آخر يمر من نفس النقطة الأولى والعلامة، وسنقوم بتمديد كذلك الخط إلى خارج الدائرة هكذا. سنقوم بملء السقف. على ما أظن اتضحت الفكرة من الدائرة. بعد ذلك نأتي إلى هذه النقطة هنا وسنقوم بتحديد حجم، نأتي إلى مركز الدائرة هنا وسنقوم بتحديد حجم المقص هكذا. نقوم بتحديده من هنا على هذه الخطوط، كذلك هذه الجهة وهذه الجهة. هذه كانت ثلاثة النقط هنا، وسنقوم بتعليم مسافة على هذا الخط 10 سنتيم أو 8. نفس المسافة قم بتعليمها كذلك على هذا الخط هنا، وهذه المرة سأقوم بالربط بين هذه النقط الثلاث. وكالعادة سنقوم بتمديد الخط إلى خارج الدائرة. نفس الخط بنفس الطريقة هنا من هذه النقطة إلى نقطة تقاطع الدائرة مع هذا المحور هنا. الآن شباب نأتي إلى هذه النقطة وسنقوم بالتعليم على الدائرة هكذا نفس المسافة. سنقوم بتعليم هذه المسافة حسب شساعة السقف لديكم. بعد ذلك نقوم بالربط بين المركز السقف وهذه النقطة هكذا، أو مركز الدائرة وهذه النقط. سأقوم بتعليم في المكان الذي سأحتاجه. وهذه هي الفكرة، سنقوم بالحصول على مستقيم بهذا الشكل، ومستقيم مماثل له كذلك يمر من مركز الدائرة وهذه النقطة، ونقوم بالتعليم خارج الدائرة فقط. بعد ذلك شباب سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى جزئين، أي هذا الفراغ بين هذين المستقيمين. نفس الطريقة في هذه الجهة المقابلة هنا، سنقوم بتقسيم كذلك هذا الفراغ إلى نصفين. ونقوم بالربط بين هذه النقط بخط هكذا. سأقوم بمسح هذا، سأقوم بوضع خط رقيق كي لا تختلط الأمور. نفس الشيء هنا، نقوم بالربط بين هذه النقط بخط للحصول على خط يمر من منتصف هذه المسافة. بعد ذلك سنقوم بأخذ مثلا أنا سنقوم بأخذ هذا القياس الذي قمت برسم به هذه الدائرة. سنقوم برسم به هذه الجهة هنا للمقص الدوائر. أنتم تأخذون
القياس حسب المساحة التي يكون في السقف. أتي هنا أضع عليه مسمار على هذا الخط، ومسمار آخر سأضعه في نهاية حجم هذا المستقيم هنا في هذه النقطة. سنقوم برسم دائرة هكذا نفس الطريقة، نفس الطريقة كذلك في هذه الجهة. أضع مسمار على هذا الخط ومسمار آخر أضعه في هذه العلامة. نقوم برسم دائرة، بعد ذلك نقوم بتصغير الشعاع ونقوم برسم دائرة أخرى داخلية. يجب أن يكون هذا الفراغ بين الدائرتين نفسه بين المستقيمين الأولين أو الذين يلتصقان بالدائرة. نفس الشيء كذلك هنا. بعد ذلك شباب نضع مسمار على هذه النقطة هنا ومسمار آخر سنقوم بتعليم مسافة على هذا الخط هكذا. نقوم بتصغيرها قليلا أقل من المنتصف، هذه المسافة بين الدائرتين. ومن نفس النقطة وبنفس المسافة أقوم بالتعليم على هذا المستقيم، ليس هذا. نقوم بالربط بين هذه النقط بهذا الشكل. كذلك هذه النقطة وهذه. لذلك شباب سأتي إلى المركز هنا، سأقوم بأخذ هذه المسافة وأقوم بتعليمها على هذا الخط هنا وتحول إلى هذه النقطة، وسنقوم برسم أقواس بهذا الشكل، قوس أول هكذا وقوس آخر بينهم فراغ نفس الفراغ بين الدائرتين، أي هذه المسافة نفس هذا الفراغ بين الدائرتين أضعه بين هذين القوسين، هذا القوس الأول وقوس آخر سأقوم برسمه. بعد ذلك فقط أتحول إلى منتصف هذا الفراغ بين هذين القوسين، وسنقوم بوضع عليه مسمار، مسمار آخر سنقوم بغلق به هذا الديكور من هذه الجهة هكذا، قوس بهذا الشكل. كذلك سنقوم بعمل أقواس في هذه الجهة لإتمام رسم المقص. ضع مسمار على هذه النقطة ومسمار في النقطة الأخرى وقم بعمل قوس هكذا نفس الطريقة. هنا نضع مسمار على النقطة في الأعلى والنقطة نستكمل به الخط هكذا، ونضع دائرة كذلك في مركز السقف هنا تأتي فيها الإضاءة المركزية فيما بعد. إلى هنا شباب انتهينا من تصميم المقاس. سنقوم بحذف الخطوط الزائدة لكي يظهر المقاس بشكل جيد. بعد ذلك سنتممه في رسم الديكور واستكمال المشط. هكذا يبدو المقص الشباب بعد مسح الخطوط الزائدة. بعد ذلك سنأتي إلى هذا الخط هنا وسنقوم بأخذ مسافة، مثلا سأقوم بأخذ 25 سنتيم، وكذلك سنقوم بأخذ نفس المسافة من هذه الجهة من المحور إلى الأعلى، ونقوم بالعودة هنا نقوم بأخذ 10 سنتيم فقط، كذلك 10 سنتيم في الأسفل هنا، وسنقوم بالربط بين هاتين النقطتين الأولتين، هذه النقطة الأولى سنقوم بالربط بينهما هكذا، سأقوم بالتعليم في المكان الذي سأحتاجه فقط. كذلك بين هاتين النقطتين وبنفس الطريقة سنقوم بالتعليم في هذا المكان فقط.
ذلك سأقوم بتعليم 15 سنتيم من الخط الأزرق، كذلك نفس المسافة من هذا الخط هنا، ونقوم بالربط بينهم. بعد ذلك نأتي إلى هذه الجهة هنا، سوف نقوم برسم أقواس بهذا الشكل من مركزته الدوائر للمقص، وقوس آخر من هذا الخط دون تغيير مركز الدائرة هكذا. وبنفس الشيء نتحول إلى المسافة أو الفراغ بين هذين القوسين، وسنقوم بغلقهما بقوس هكذا. نقوم بتقسيم المسافة بينهما ونضع عليه مسمار، ومسمار آخر نقوم برسم به قوس هكذا. والآن نتحول إلى تلك الجهة لرسم المشط، سأقوم باستكمال هذا الخط هنا قليلا. بعد ذلك سنقوم بتعليم أكبر مسافة ممكنة لملء هذه الجهة هنا. سنبدأ من هذه الجهة السفلى هنا، نترك مسافة قليلة بينها وبين الحائط ونقوم بالتعليم. هنا قمت بالتعليم 52 سنتيم، أقوم بالتعليم كذلك هنا من الخط الخارجي، أقوم بأخذ مسافة 52 سنتيم. سأقوم بالربط بين هاتين النقاط، والآن سأستعمل هذا المثلث أو الزاوية القائمة. سنقوم برسم خط عمودي على هذا الخط يمر من هذه النقطة هكذا. بعد ذلك سأقوم بتعليم نفس المسافة على هذا الخط، وأبدأ من هذه النقطة هنا، أي من الصفر هنا. أقوم بتعليم نفس المسافة، مثلا 10 سنتيم، وأترك مساحة أو المسافة التي سأضع فيها الإضاءة المخفية فيما بعد. سأقوم بتعليم نفس المسافة 10 سنتيم أو 15 سنتيم. كلما كانت أعمدة المشط كثيرة كلما كانت أجمل. وبنفس الطريقة سنقوم برسم خطوط عمودية على هذا المستقيم وتمر من هذه النقاط، أو يمكنكم تقسيم الخط الآخر المقابل له بنفس القياس والربط بين النقاط. الآن شباب سنقوم بتقسيم المسافة بين هذين الخطين، وسنقوم بعمل قوس بهذا الشكل. نبدأ دائما من هذه الجهة، نقوم بترك عمودين ونقوم بالربط بين العمودين المواليين هكذا. نقوم بترك عمودين ونبدأ بالربط بين العمودين المواليين هكذا بقوس من منتصف المسافة الموجودة بينهم، ونكمل بنفس القياس للحصول على أعمدة بنفس القياس وبنفس الطول. هذه الجهة كذلك سنقوم برسم قوس هكذا عوض زاوية قائمة، وكذلك هنا سنقوم بعمل قوس هكذا.
الآن شباب وصلنا إلى نهاية تصميم المجلس، سنقوم بمسح الخطوط الزائدة لكي يظهر الديكور بشكل جيد. وكالعادة شباب، إن أعجبكم الفيديو واستفدتم منه لا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء لكي يستفيد الجميع، وكذلك عمل جيملي على الصفحة ليصلكم أي فيديو نقوم برفعه عليها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.